La phrase exclamative. Jumla tajwiya. Qu'est-ce qu'une phrase exclamative? Ma hi jumla tajwiya? La phrase exclamative exprime un sentiment ou une émotion, comme la joie, l'admiration, la peur, etc. Elle commence souvent par des mots exclamatifs. Quel, comme, que, etc. Et il finit toujours par un point d'exclamation. جملة تعجبية كتعبر على أحاسيس ومشاعر مثل الفرح، الإعجاب، الخوف إلى آخره. كتبدأ غالبا ولكن ماشي دائما بكلمة تعجبية مثل كل، كوم، كو إلى آخره. كتنتهي دائما بعلامة التعجب. Exemple, أمثلة. Quel gentil garçon. Que cette personne est méchante. Comme ce climat est rude. Ces trois phrases commencent par des mots exclamatifs, quel, que et comme. Elles finissent par un point d'exclamation et expriment des sentiments, l'admiration, l'exaspération et l'étonnement. Pour la quatrième phrase, je suis tellement heureuse de te recevoir, on peut remarquer qu'elle ne commence pas par un mot exclamatif, mais elle exprime bel et bien un sentiment, la joie. On est donc en présence d'une phrase exclamative. نخطو أمثلة. Quel gentil garçon. يا له من ولد لطيف. Que cette personne est méchante. يا له من شخص شرير. Comme ce climat est rude. يا له من طقس قاس. كنلاحظوا بأن في هذه الجمل بثلاثة كنبداو بوحدة من دوك الكلمات التعجبية اللي قرينا. Quel, que, comme. وكينتهيو بعلامة التعجب. يعني غير نشوف وحدة من هذه الكلمات ونشوف من وراها يعني في التالي ديال الجملة كاين علامة التعجب كنعرف ديريكتومون بأن الجملة تعجبية. الجملة الأولى كتعبر على شعور بطبيعة الحال. هنا عندنا الإعجاب لادميراسيون. الجملة الثانية l'exaspération, يعني السخط لأنها الشخص شرير بزاف. الجملة الثالثة l'étonnement, الدهشة لأن الطقس قاسي بزاف. بالنسبة للمثال الرابع je suis tellement heureuse de te recevoir, يعني أنا فرحانة بزاف لاستقبال ديالك. هنا إلى لاحظتوا ما عندناش حتى شي وحدة من هذوك الكلمات التعجبية اللي قرينا قبل. ما عندنا والو, عندنا الجملة عادية Je suis tellement heureuse de te recevoir. الفرق هو أن عندنا في التالي ديالها علامة التعجب وفي المعنى ديالها كتعبر لينا على واحد الشعور اللي هو الفرحة. إذن هذه جملة تعجبية. يعني ماشي ضروري نلقى في الجملة التعجبية وحدة من الكلمات التعجبية في الأول. يكفي أنها تكون كتعبر على شعور وكتسالي بعلامة التعجب. Remarque, quel, quel avec S, quel, deux L E, et quel, deux L E S, sont des adjectifs qui s'accordent avec le nom auquel ils se rapportent. Autrement dit, ces mots suivent le nom auquel ils se rapportent en genre et en nombre. Exemple, quel beau tableau, tableau masculin singulier, quel, masculin singulier. Quel beau tableau, tableau masculin pluriel, quel masculin pluriel. Quelle belle robe, robe féminin singulier, quel féminin singulier. Quelle belle robe féminin pluriel, robe, quel féminin pluriel. En revanche, que et comme sont des mots invariables. Que ce garçon est poli, que cette fille est polie. Comme ce garçon est poli, comme cette fille est polie. واحد الملاحظة بالنسبة لكل كل 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 اللي هما كيتنطقوا بنفس الطريقة ولكن الكتابة ديالهم كتبدل حسب الاسم اللي هما متعلقين به. يعني هما كيتبعوا الاسم اللي هما متعلقين به في لو جونغ, يعني في النوع
واش مذكر ولا مؤنث، وفي لو نومبر يعني في العدد واش مفرد ولا جمع. مثلا عندنا كاين بو طابلو، الطابلو هنايا هاد الاسم مذكر مفرد، كاين حتى هو غيولي مفرد ومذكر. كاين بو طابلو هنا باكس يعني الجمع، جمع مذكر كاين جمع مذكر. كاين بيل غوب، غوب مفرد مؤنث، كاين حتى هي مفرد مؤنث. غوب هنا خدات اس يعني جمع مؤنث، كاين حتى هي غتكون جمع مؤنث. عكس كو وكوم، كو وكوم هادو كلمات ما كيتبدلوش ان فاريابل، كيف ما حطيناهم في الجمله كيكونوا كيبقاو، ما كيتاثروش بهذاك الاسم اللي متعلقين به. يعني الا قلت كو سو غارسون اي بولي، يعني شحال هاد الولد مؤدب، بحالها بحال الا قلت كو سيت في اي بولي، يعني شحال هاد البنت مؤدبه. كو كتبقى هي هي، ما كتبدلش نهائيا، ما كيتزاد عليها والو، ما كتنقص والو. بحالها بحال كوم، كوم سو غارسون اي بولي، كوم سيت في اي بولي، ما كيتاثروش بالاسم اللي هما معاه في الجمله. Attention, ne confondez pas la phrase exclamative et la phrase impérative. Exemple, ferme la porte. Ici, on donne un ordre. C'est une phrase impérative. Que ce bébé est mignon. Ici, on exprime un sentiment, une admiration. C'est une phrase exclamative. نردو البال ما نخلطوش بين جملة تعجبية والجملة الأمرية. مثلا عندنا فيرم لا بورت، هاد الجملة واخا كتسالي بعلامة التعجب فهي جملة أمرية. علاش؟ حيت كنعطي الأمر هنا، كنقول ليه فيرم لا بورت يعني سد الباب. جملة تانية كو سو بيبي مينيون، زعما شحال هاد الوليد فنيكي، شحال زويون. هادي جملة تعجبية. علاش؟ في الأخر ديال الجملة كاينة علامة التعجب، وفي الأول ديالها كاينة كلمة استفهامية من دوك اللي قرينا اللي هي كو. غير نشوف كو ونشوف من وراها يعني في الأخر ديال الجملة علامة التعجب، غنعرفها بأنها هي جملة تعجبية. إكزارسيس تمرين، سوليني لي فراز إكسكلاماتيف، غادي تسطرو لي جمل التعجبية. ديبيش توا دو سوغتيغ، جو ديتيست لي مونتوغ. بروتيج توا دو فخوا، Quelle joie de vous retrouver! Comme tes conseils sont précieux! Bon courage! Correction, tasrih. Dépêche-toi de sortir! Waha jumla fiha ftali diyalha un point d'exclamation et alamat ta'joub. Hiya jumla amriya. Kan gouli dépêche-toi de sortir. Kan amro bi anna yusra fil khourouj. Je déteste les menteurs. Had jumla ta'joubiya alaj. لانني كنعبر على واحد الشعور اللي هو شنو هو الكره، كنكره الكذابين. بروتيج توا دو فخوا، هنا كنعطي امر، كنقول ليه خصك تحمي راسك من البرد. كال جوا دو فو روتروفي، هادي سهله. كاينه كال اللي قريناها قبيله اللي هي من الكلمات اللي كتعبر على التعجب، وفي التالي ديال الجمله كاينه علامه التعجب. اذا هادي جمله تعجبيه. كاين جوا دو فو روتروفي يعني يا لها من فرحه بلقائكم. كوم تي كونسي سون بريسيو، نفس الامر هنايا. عندنا كوم اللي هي كلمه كنديروها في الجمله التعجبيه، وفي التالي ديال الجمله كاين علامه التعجب. هنا قلت ليه شحال النصائح ديالك ثمينه. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine!